هاي ملك. هاي شيف. كيف صحة اليوم؟ الحمد لله تمام. شو اليوم عنا حلقة مهمة؟ اليوم حلقة كمان من الحقوق الصحية اللي تتعلق بالمواد اللي ممكن تأذي الجسم بأوقات مختلفة من حياتنا اللي هي الجلوتين فري. نحن نعرف اليوم العالم كله متجه لصوب الجلوتين فري. عندنا ناس عندها حساسية على الجلوتين اللي هو البروتين تبع القمح. في الجلوتين حتى موجود اوقات بالاوت بالشوفان بطريقه خفيفه كثير ما بيأذي، بس هو الجلوتين مبدئيا موجود اكثر شيء بالقمح اللي بيخلي هو شو شغله الجلوتين بالقمح يعني بالطحين بيخلي الالياف تبع الخبز تكون طريه بخليها تعمل لما تعملي كيك وينفخ الكيك اللي بيخليه يوقف هيك للكيك هو الجلوتين البروتين اللي بيخليه يوقف. فاليوم بالعصر الحالي في عندنا كثير عالم عندها حساسيه على الجلوتين اللي هو بروتين القمح. ليش ما بعرف صراحة، بس ليش صار هالشيء؟ يمكن من التطور، أما من المواد اللي بيستعملوها بالزراعة ما بنعرف ليش، بس صار في عنا شيء مرض أوقات بيصير خطير لما يوصل لمرحلة متقدمة بيصير خطير على صحة الإنسان. اليوم حنعمل وصفات حفرجيك إنه فينا نعمل وصفات بمواد مش معمولة من القمح. حنستعمل طحين سرقم اللي هو نبتة من استراليا بتطلع شكلها مثل الدرة، اما الدخن ايه بيجي هيك حبوب سوداء صغيرة اما بيضة شوي بيطلع لون بيطلع شكلها مثل حبة الدرة تقريبا بس صغيرة. بتيجي من استراليا هالنبتة بيعملوا منها طحين، عم يستعملوها صار كثير بالعالم. حلو. التابيوكا فلاور اللي هو التابيوكا هو عبارة عن عرق بالارض شكله مثل البطاطا الحلوة بس لونها اسود من برا، كمان بيطلع منها طحين بيستعملوها اكثر شيء التايلاندية بالاجمال الاسيويه لما يعملوا تمبورا. فهذا العجين بقى شيء كثير بيستعملوه التابيوكا يعني لانه هو طحين بيشبه شوي الرز، اما يعني طحين بيشبه النشا اكثر شوي. بعدين حنستعمل طحين الشوفان. فثلاث انواع طحين حنعمل فيهم خبز. هدول فيهم جلوتين مخفف ما فيهم جلوتين ابدا، هودي ما فيهم جلوتين، هودي جلوتين فري. هودي الشخص ممكن يستعملهم. حنعمل بيتزا بالأغنبيط. نحن نشوف انه كمان فينا نعمل بيتزا عجينه. ايه عجينه اكيد بنسميها بيتزا لانه على شكل بيتزا، بس هي ما البيتزا الاصليه. هي عم نشيل الطحين عم نستعمل محلها شيء ثاني لنعطي نفس شكل البيتزا، خاصه للاشخاص اللي عندهم حساسيه على الجلوتين. لا الحساسيه مش مرض السيلياك، السيلياك هي المرحله المتقدمه. يعني السيلياك هي خلص وصلت لمرحله متقدمه كثير بالمرض الطحين اللي هو بطل جسمك يمتص اي معادن اي فيتامينات. بس الحساسيه هي ممكن تكون بشيء كثير خفيف بيعمل وجع بالمعده بالمصاغين عفوا اضطراب معوي بس ما اجباري تكون وصلت لمرحله السيلياك. السيلياك هو شوي اكثر خطير اكثر بكثير، يعني جسم بيضعف. هني انا سمعت انه في ثلاث مراحل، اول مرحله اضطراب معوي، بعدين في بيصير في التهاب بالامعاء، وبعدين المرحله المتقدمه هي السيلياك اللي الجسم بطل يمتص اي فيتامينات اي شيء فبيسبب مرض تعب بالصحه. حنبلش هلا اول شيء بالكيك شوكولا. حنعمل جاتو شوكولا مع نوم طحين الشوفان. اوكي حناخذ جات ازاز ونجيب شيء تخفق. ريت انه بين كل 110 اشخاص تقريبا في شخص واحد بيعاني حساسيه ضد الجلوتين. يعني تقريبا 1% تقريبا. اي فعلا خاصه باوروبا هلا في كثير ناس عندهم حساسيه على الجلوتين.